السلام عليكم متابعين قناة فيروس 7 اكس، حلقة جديدة معاكم اخوكم من ستيت. والنهاردة يا شباب ان شاء الله هنكمل في كورس الجافا. حلقة النهاردة مهمة جدا جدا، لان هتكلم فيها عن اهم الحاجات المهمة جدا في كورس الجافا او في لغة الجافا. فالحاجة بتاعت النهاردة اللي انا هتكلم عنها دي اسمها الانبوتس او المدخلات. دي مهمة جدا جدا ان انت تفهمها صح، عشان لو فهمتها صح هتقدر تعمل اي كود او اي سكريبت بنفسك بسهولة جدا. فكرة الحلقة بتاعت النهاردة باختصار هشبه لكم كده نظام برنامج، بس انت بتيجي تتواصل معاه او بتيجي تفتح البرنامج لاول مرة، فبيسألك مثلا سؤال، مثلا سجل دخول اسمك او البريد الالكتروني، فازاي نطلب منك المعلومات دي؟ ولو برنامج مثلا اوفلاين، اول ما يفتح البرنامج مثلا اقول لك اهلا بك في برنامج كذا كذا، ادخل اسمك، بيجي هو مدخل اسمه مثلا، فلنفترض ان اسمه مثلا علي، بتيجي انت تقول له مثلا اهلا بك يا علي، انت بتجيب الاسم منين؟ هو اللي بيدخله، فانت ازاي تعكس الكود للمستخدم؟ كل ده انت مبرمجه بنفسك. تقول له مثلا كم عمرك، انت يور ايج مثلا، بيجي كاتب عمره، بتقول له مثلا اهلا بك في برنامج كذا، وبتبدا ان انت تحوله مثلا على الصفحه اللي بعد كده. فازاي تعمل الحاجات دي؟ طبعا دي اساسيه في اي برنامج، حتى لو برنامج اونلاين مثلا بتلاقي سجل دخول، بريد الكتروني مثلا، اسمك، بياناتك، رقمك، باسورد، ايميل، اي حاجه انت عايزها بتكتبها زي ما انت عايز، تمام؟ بس احنا عايزين نعرف ازاي بنعمل احنا الحته دي، ازاي بنصمم الكود ده ونشرح كل صغيره وكبيره فيه في نفس الوقت. هو ليه طريقتين، الطريقه الاولى اللي هي تعتبر الدايركت ان انت بتكتبها في نفس الكود وبتظهر لك على طول كمبرمج، والطريقه الثانيه اللي بتظهر للمستخدم على هيئه مثلا دايالوج، رساله بتظهر ليك كده بيطلب منك مثلا اسمك، في كانسل وفي اوكي، بتبدا ان انت تكتب اسمك، بتدوس اوكي، بيقول لك مثلا اهلا بك يا كذا، وبيجيب لك الاسم اللي انت كتبته، تمام؟ فازاي انت تبرمج كل ده بسهوله جدا؟ في حلقه النهارده ان شاء الله هنشرح كل ده اللي يعتبر المدخلات دي. كده اول حلقه ان شاء الله هحاول ان انا اختصر لكم الموضوع بالكامل في حلقه النهارده، فركزوا معايا كده وان شاء الله الشرح يكون خفيف عليكم. هنطلع فاصل بسيط ونبدا الشرح على طول. يلا بينا يا شباب نبدا الشرح على طول. في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن السترينج، قلنا ان احنا بنعمل مثلا سترينج بنسميه بي، بعد كده بنبدا ان احنا نقول ان البي ده بيساوي في 7 اكس زي ما انتم شايفين، بعد كده بنطلب من الجافا ان هي تعمل سيستم بعد كده اوت، بعد كده تعمل لنا برنت للبي اللي قيمته اساسا بتساوي في 7 اكس، تمام؟ فبالتالي لما انا اعمل برنت للبي هيبدا ان هو يجيب لي القيمه بتاعتها اللي هي في 7 اكس، تمام؟ طيب جميل جدا، ده كله شرحناه في الحلقه اللي فاتت. طيب دلوقتي انا عاوز اعمل رساله تظهر على الديسك توب كده مثلا دايالوج، رساله كده مربع يظهر لي مثلا يقول لي انتر يور نيم، اقول له مثلا اسمي مثلا تيتو، هيبدا يقول لي مثلا ويلكم تيتو، فهيبدا نظام محادثه بيني وبين الابلكيشن. فعايز اعمل انا الحاجات دي، اعملها ازاي؟ هقول لك ركز معايا. حلقه النهارده بعنوان الانبوتس او المدخلات، بلاش الكلام المعقد ده وخلينا ناخد شرح عملي كده بسيط ونفهم الفكره عامله ازاي، بعد كده هنبدا ان احنا نتكلم بالحاجات الاساسيه، تمام؟ طيب اول حاجه دلوقتي انا عاوز اعمل رساله تظهر لي او مربع يظهر لي، بعد كده ابدا ان انا اكتب فيه كلمه، وهو مثلا يقول لي اكتب اسمك او اكتب عمرك او مثلا اي معلومات عني، رقمي، ايميلي، اي حاجه. هعملها ازاي؟ هبدا اول حاجه اعمل سترينج بالشكل ده، سترينج بالشكل ده، تمام؟ طيب السترينج ده مثلا هنسميه ايه؟ هنسميه مثلا v7x، تمام؟ طيب هنبدا بعد كده نعمل العلامه دي، تمام؟ هننزل تحت كده، احنا عملنا سترينج اسمه v7x، تمام؟ طيب السترينج ده ايه نظامه بقى؟ السترينج ده هيبقى رساله تظهر للزائر، تمام؟ يعني السترينج اللي اسمه v7x، تمام كده، بيساوي جي اوبشن، بعد كده هنبدا ان احنا نعمل انبوت، يعني نظام الانبوت اللي هو يعتبر مدخل، المدخل ده اللي هو الرساله اللي بتظهر للزائر وبتطلب منه ان هو يكتب رقم او اسم او اي بيانات، وفي نفس الوقت بيبقى معايا نظام صلاحيات ان انا اقول له مثلا اكتب كذا، فهمت الفكره؟ طيب دي بنستخدمها ازاي؟ احنا عندنا كود ثابت اللي هو يعتبر جي اوبشن بالشكل ده، وهنبدا ان احنا ندوس على كنترول ومسطره هيجيب لنا الاختصارات جي اوبشن بين، بندوس عليها، بعد كده بندوس على دوت اللي يعتبر دي، تمام؟ طيب بعد كده بيبدا ان هو يجيب لنا ايه؟ انبوت. الانبوت ده هنبدا ان احنا نعمل اول حاجه او امر بسيط جدا اللي هو يعتبر شو، في نفس الفكره بالظبط اللي احنا عملناها قبل كده، تمام؟ طيب شو، بعد كده نبدا ان احنا نيجي على انبوت دايلوج اللي هو يعتبر ده، اي واحده فيه كتيره جدا بس احنا هنختار دي بس، تمام؟ طيب خلينا نفضي المربع بالشكل ده. فبعد كده هنبدا ان احنا نعمل v7x بيساوي جي اوبشن بين، بعد كده نبدا نعمل دوت شو انبوت دايلوج، الثانيه كانت مسج دايلوج، فرق بينهم. الانبوت دايلوج من الاخر كده اللي يعتبر رساله هتظهر للمستخدم. طيب لو جينا نعمل ران كده في سنتكس ايرور هنا، تمام؟ نعمل بس العلامه دي، تمام؟ طيب لو جينا نعمل ران دلوقتي المفروض نحط حاجه هنا،
تمام. طيب لو جينا دلوقتي نعمل رن، المفروض ان هو هيعمل ايه؟ المفروض ان هو دلوقتي هيجيب لي مثلا رساله، بس انا لسه ما حددتلوش مثلا يعمل برنت للكلمه اللي انا عايزها. تمام، مفيش مشكله. هقول له مثلا دلوقتي، هقول له بقى حاجه ثانيه، هقول له مثلا اعمل لي برنت للفي 7 اكس. حلو كده. طيب هنبدا ان احنا نعمل سيستم بالشكل ده، سيستم بعد كده دوت اوت بعد كده دوت برنت برنت ال ان اهي. تمام، بعد كده نبدا ان احنا نقول له اعمل لنا برنت للفي 7 اكس. حلو كده. طيب تعالوا نعمل ران ونشوف، بس هوضح لكم الفكره مش اكتر. تمام، طيب انا كده المفروض عملت ران، بيعمل ران هنا، فجاب لي انبوت، والمدخل ده مستنيني اكتب له اي قيمه، مثلا اقول له 1 2 3 اي حاجه واقول له على اوكي وادوس له اوكي، هبدا ان هو يجيبها لي هنا وهيقبلها. تمام، بس في الحاله دي انا اللي كتبت له بشكل خارجي، يعني انا بسمح للمستخدم او الشخص اللي بيفتح البرنامج ان هو يكتب اي حاجه هو عايزها. تمام، بس خدتوا بالكم ظهر لي انبوت، فانا عايز بقى اطور الموضوع شويه. ازاي اطور الموضوع شويه؟ يعني عايز مثلا بدل ما انا اطبع مثلا انبوت والكلام ده، لا اكتب له كلمه معينه. اقول لك مفيش مشكله، هنيجي هنا في المسج دايلوج اللي هو اصلا في 7 اكس. تمام، عايزين نكتب مثلا رساله، اقول له مثلا انتر، يعني انا عايز اعرف المستخدم ده يكتب لي ايه. هقول له انتر، انتر مثلا يور مثلا نيم، اسمك مثلا، واعمل علامتين دول ومسافه مثلا. عادي يعني انت ممكن تعملهم ممكن ما تعملهمش، بس انا بعملهم عشان الحروف ما تبقاش لازقه في بعضها. تمام، طيب هقول لك هنا انتر يور نيم. طيب هنعمل رن، انا قايل له هنا سيستم برنت بعد كده في 7 اكس، اطبع لي الفي 7 اكس اللي قيمتها بتساوي انبوت اللي هو يعتبر مدخل، انتر يور نيم، خدتوا بالكم بيقول لي اسمك ايه، فانا هقول له مثلا تيتو. حلو كده، تيتو مثلا. تمام، هدوس على اوكي، هيبدا ان هو يجيب لي تيتو. طيب انا عايزه يقول لي مثلا ويلكم تيتو، هعملها ازاي؟ يعني انا عايزه مثلا ياخد الاسم اللي انا هديهوله اصلا اللي هو ما يعرفوش، عايزه ياخد الاسم اللي انا اديهوله ويقول لي مثلا ويلكم يا فلان، واي اسم بقى تحطه له هو يقول لك ويلكم يا كذا. تمام، فهيجيبها منين؟ طيب اقول لك حته بسيطه جدا، احنا كده فهمنا الفكره يعني بشكل عملي، عرفنا ازاي بنعمل المسج دايلوج او الانبوت دايلوج اللي يعتبر الرساله اللي بتظهر للمستخدم وتطلب منه بيانات. تمام، طيب جميل جدا. لو عايزين نعمل حاجه ثانيه بقى اللي يعتبر ازاي نزود مثلا حاجه ثانيه، يعني مثلا نطلب مثلا اسم تاني او نقول له مثلا اهلا بيك مثلا تيتو، خلينا نعملها الاول. تمام، طيب فهنيجي هنا كده قبل الفي 7 اكس دي، هنعمل اول حاجه سيستم بعد كده برنت ال ان، بعد كده هنقول له بدل ما تطبع لي الفي 7 اكس لا اطبع لي قبلها. فهمتوا الفكره؟ هعمل علامتين التنصيص دول هنا واقول له مثلا ويلكم، ركزوا معايا هي فهم مش اكتر، بس ويلكم. هعمل مسافه مثلا بحيث ان الحروف ما تلزقش ببعضها، واجي هنا برده هعمل مسافه واعمل بلس. طيب معناه ايه الكلام ده بقى؟ معناه ان انا هقول اول حاجه احنا نعمل سترينج هنسميه في 7 اكس، يعني متغير هنسميه في 7 اكس. المتغير ده هنحط فيه حاجه، الحاجه دي مش شرط تكون مثلا كلمه او حرف او انتجر او اي حاجه، لا احنا هنحط جوه منها مدخل اللي هو يعتبر انبوت. تمام، فالمدخل ده الكود بتاعه اللي هو جي اوبشن بين بعد كده دوت شو انبوت دايالوج، ده كده احفظها، دي كده نظام كود اساسي في الجافا ان انت تعمل مدخل انبوت. تمام، طيب فالانبوت ده انا هكتب فيه رساله معينه. طيب جميل جدا، لحد كده احنا فاهمين. طيب الفي 7 اكس اللي هي يعتبر القيمه بتاعه ده الفاريبل اساسا اللي احنا عاملينه، يعني احنا بنقول للفي 7 اكس انت بتساوي مدخل، والمدخل ده في رساله بتطلع للمستخدم بتقول له انتر يور نيم، يعني اديني اسمك. طيب تمام، لحد كده جميل. كنا قايلين سيستم اوت برنت ال ان اللي يعتبر اطبع لي في 7 اكس، فالفي 7 اكس تلقائي هيجيب لي المدخل، هيقول لي مثلا طب اطبع لك ايه من الفي 7 اكس، فانا هقول لك بقى انتر يور نيم، فانت هتحط لي اسمك. طيب جميل جدا، لحد كده فهمنا ده اللي احنا عملناه. لو انا عايزه بقى يطبع لي مثلا ويلكم مثلا كذا، فانا هقول له لا بدل ما انت بتعمل لي برنت للفي 7 اكس لا اطبع لي كلمه ويلكم، بعد كده اطبع لي القيمه بتاعه في 7 اكس اللي هي المدخل اللي يعتبر الرساله او الكلمه اللي هيكتبها المستخدم. تعالوا نجرب عشان بس يعني الشرح يبقى اوضح شويه. هنا اول حاجه هيبدا ان هو يجيب لي يعمل رن، بس ثانيه واحده، انتر يور نيم، بيقول لي اسمك، هقول له مثلا فيروس. تمام، خلينا نغير مثلا فيروس. تمام، طيب هندوس على اوكي، هيبدا ان هو يجيب لي هنا ويلكم فيروس. طيب جميل جدا، فانا كده يعتبر حطيت كلمه من عندي مع انبوت انا اللي كاتبه، فانا كده بسمح للمستخدم ان هو يكتب كلام وبسمح للابلكيشن بتاعي ان هو يرد عليه ويتجاوب معاه. تمام، عايزين نزود حاجه تانية زي ايه مثلا؟ عايز اقول له مثلا ويلكم فيروس، بعد كده اقول له مثلا اكتب لي مثلا او انتر يور ايج، عمرك مثلا. تمام، هعملها ازاي؟ هبدا ان انا اجي هعمل سترنج جديد بنفس الفكره بالظبط، هنعمل مثلا سترنج بالشكل ده. تمام، وهنبدا نسمي السترنج ده مثلا في بس. تمام، خليه في بس. تمام، هنعمل العلامه دي. طيب تمام، هنبدا نيجي بقى نعمل حاجه ثانيه، الفي 7 اكس بالشكل ده عفوا السترنج ده اللي هو يعتبر الفي بيساوي. تمام، بيساوي ايه؟ بيساوي برده نفس النظام جي اوبشن
او كبيره او كابيتال، تمام. اوبشن كنترول مسطره جبنا الاختصار، تمام. طيب هندوس على دوت، بعد كده انبوت شو انبوت، تمام. شو انبوت هتلاقي واحده منهم مفيش مشكله، اختار وعدل عليها بعد كده. طيب جميل جدا، احنا كده قلنا له هتعمل لنا، نحط بس العلامه دي، تمام. احنا كده قلنا له ان الفي السترنج الجديد بقى اسمه في، هيبقى مثلا رساله برضو للمستخدم تظهر له هيطبع لي فيها قيمه معينه، تمام. فانا هعمل ايه بقى؟ هعمل اول حاجه كده، تمام. طيب اقول له مثلا ايه، انتر، تمام. يور مثلا يور مثلا ايج، عمرك مثلا، تمام. هعمل كده بالشكل ده، تمام. طيب ماشي، جميل جدا. طيب دي الرساله اللي هتظهر. تعالوا كده نترجم الجافا كده بدل ما نعمل رن. الاكواد هنا مفيش اي اخطاء، مفيش مشكله. فانا بقول له سترنج في 7 اكس، ده خلصنا منه. جينا نعمل سترنج جديد في، والسترنج الفي ده نفس الفكره برضو، انبوت دايلوج. انا عايز اوضح لك فكره الانبوت دايلوج، الرساله اللي بتظهر للمستخدم. فانا كده عايز اقول له انتر يور ايج، عمرك، اديني عمرك قد ايه. وفي نفس الوقت عايز اقول له مثلا ويلكم كذا، بعد كده ابدا ان انا اقول له اعمل لي مثلا اسمك. فهمت الفكره؟ طيب هبدا ان انا اعمل هنا بنفس الفكره برضو بلس، بعد كده في 7 اكس. فهمت الفكره؟ فهيعمل ايه بقى كده؟ هبدا ان اقول لي انتر يور اتش، بعد كده هيجيب لي القيمه بتاعه الفي 7 اكس. طب القيمه دي ايه اصلا؟ القيمه دي تعتبر انبوت. طب الانبوت ده بيساوي ايه؟ هبدا ان هو يجيب لي الرساله اللي المستخدم بيحطها لي. طيب تعالوا نعمل رن. هقول لك لا مش هيشتغل. ليه؟ هقول لك لان انا ما قلتلوش يعمل لي برنت للفي بقى، معناه كده ما قلتلوش يعمل لي برنت للفي، تمام. طيب نبدا ان احنا نيجي نعمل سيستم بالشكل ده، سيستم بعد كده برنت لين، تمام. طيب تمام جدا، هنيجي هنا وهنقول له اعمل لنا برنت لي الفي. خدوا بالكم حته بسيطه جدا، بدل ايرور دي نخليها اوت لو مخرج، تمام. طيب بعد كده قلنا له برنت لي الفي، الفي اهي، تمام تمام. طيب نعمل رن ونبدا ان احنا نجرب. هيبدا اول حاجه ان هو يجيب لنا ايه، هيعمل رن انتر يور نيم. مثلا هنقول له مثلا فيروس، حلو كده فيروس، تمام. طيب هقول له اوكي، هيقول لي انتر يور ايج فيروس، يعني اديني عمرك يا فيروس، تمام. هبدا ان انا اقول له مثلا 22 مثلا، هقول له على ادوس له على اوكي، هبدا ان هو يقول لي ويلكم فيروس، بعد كده جاب لي 22، تمام كده. فانا دي كده حاجه اسمها المدخلات او الانبوتس. ازاي اعمل مثلا دايالوج، يعني الرساله اللي بتظهر في مربع ده اسمه دايالوج. فازاي اعمل دايالوج كده للمستخدم، يظهر له يطلب منه معلومات وهو يكتبها، تمام. دي الطريقه الاولى. في طريقه ثانيه مش هشرحها الا لما اشرح الاول حاجه اسمها اريثماتيك اوبريشنز، اللي يعتبر العمليات الحسابيه. العمليات الحسابيه دي اللي يعتبر الضرب، القسمه مثلا، طرح، جمع، الحاجات دي. فاحنا ناخد دي الاول، بعد كده نبدا ان احنا نشرح الجزئيه الثانيه من دي، ولكن دي اسهل من الثانيه. الثانيه معقده شويه، بس برضه هشرحها لكم عشان ما حدش يعني تواجه في كود ولا حاجه في سورس كود يرجع يقول ما درستهاش قبل كده، تمام. فده باختصار فيديو النهارده، بتمنى يكون عجبكم عشان ما اطولش عليكم. لو عجبك الفيديو دعمنا باللايك سبسكرايب. ان شاء الله هنكمل في كورس جافا، ما تقلقوش شباب. الناس اللي بتقول ما توقفش في كورس جافا، انا بوقف بسبب بنوع المحتوى مش اكتر، بسبب بس ضغوطات وكليه وكده، ولكن ما تقلقوش الكورس ده هيكمل، يعني هيكمل باذن الله، تمام. فبتمنى تدعمونا عشان نكمل في القناه، شكرا لكم على الدعم عموما، مش مقصرين والله، ولكن برضو انا طماع شويه ومحتاج ان احنا نوصل لل 100,000 في اربعه، تمام. شكرا لكم على الدعم مره ثانيه، بتمنى الفيديو يكون عجبكم، ونشوفكم في حلقه جديده من قناه فيروس 7 اكس. السلام عليكم.